اهلا وسهلا اخت فريال، انت معانا على الهواء. اخ نزار سلام، نعمه المسيح معاك وكل سنه وحضرتك طيب. وكل سنه وانت سالمه، شكرا كثير. اخ نزار، في سفر اشعياء اصحاح 49 عدد 6 يقول الوحي الالهي: فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. وفي يوحنا اصحاح 8 عدد 12 رب المجد يقول بسمه الطاهر: انا نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. فكل من ينكر صليب المسيح وصلب المسيح ما عنده لا خلاص ولا مخلص. يعني لما تجي تسالهم اين راح تقضون ابديتكم، يستحيل ان يعطون جواب على يقين على انه واثقين وين راح يروحون. فجوابهم يقولون: الله اعلم، ان شاء الله اذا الله تغمدني برحمته. الكتاب المقدس واضح يقول الوحي الالهي: هذه هي الشهاده ان الله اعطانا حياه ابديه، وهذه هي الحياه في ابنه. من له الابن فله الحياه، ومن ليس له ابن الله فليس له الحياه، ويمكث عليه غضب الله. وانا اصلي من كل قلبي ان كل شخص اللي ما يؤمن بصلب المسيح وصليب المسيح، وخاصه اللي يؤمنون شبه به وما صلبوه لكن شبه به، ويعتمدون على ميزان الحسنات والسيئات، ان الرب يفتح عيونهم ويفتح اذهانهم حتى يعرفون الاله الحقيقي والخلاص، ويؤمنون بالصليب تكون لهم الحياه الابديه. شكرا اخ نزار، الرب يباركك، وكل عام حضرتك بالف خير. وانت بخير، شكرا كثير يا اخت فريال. والايه اللي اقتبستيها من اشعياء 49 ايه 6 موجوده ايضا في اشعياء 42 والايه 6، والرسول بولس تكلم عن هذه الايه في اعمال اصحاح 13 آية 47 اللي هي: جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض، في أعمال إصحاح 13. فإذا أحبائي، نعم، هذه واحدة من علامات المسيح، إنه المسيح جاء هو الذي يفتح عيون العمي.